مباشرة يقوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بزيارة إلى مقام الشهيد. نشاهد المباشر في الصور زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى مقام الشهيد بالعاصمة. إذا بمناسبة 5 جويلية ذكرى الاستقلال 58 قام أو يقوم حاليا وعلى المباشر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ويضع إكليل من الزهور على وترحما على أرواح شهداء الأبرار مباشرة من مقام الشهيد بالعاصمة، كما نشاهد في الصور مباشرة من مقام الشهيد، حيث أذكر يقوم عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية بوقف الترحم على شهدائنا الأبرار بمناسبة أو بذكرى مناسبة 5 جويلية عيد الاستقلال. إذن كان هذا بالنسبة أو جانب من زيارة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية إلى مقام الشهيد، وحيث وضع إكليل من الورد أقول